بكل الخير. دايما بنرجع لحضراتكم، ويعني الرهان عليكم دايما كسبان، لان انتوا الشفرة التي لا تفك، لان طريقة فكها مش مع اي حد. الحقيقة الشعب المصري ده شعب يستاهل كل التقدير، لان مع كل الدعاية السلبية اللي بتتعمل عليه لحد دلوقتي، انتوا الشعب الذي ليس له شفرة. يعني ببساطة انتوا الشعب اللي له شفرة مش موجودة عند حد. خلوني اقول لحضراتكم بشكل مباشر على طول، مش احنا اتفقنا انه في الاربع سنين الفترة الرئاسية الاولى كان عندنا مشروعين مهمين جدا جدا، الحرب على الارهاب وكمان استنهاض الدولة المصرية، يعني اطلاق مشروع التنمية، لان الشعارات كانت واضحة وكان ده الاتفاق من اللحظة الأولى، تثبيت الدولة في الجغرافيا بتاعتها محدش ينتقص منها. اتنين، بنية تحتية يعني تنمية علشان تبقى في فرصة نبني عليها. تلاتة، تجهيز الطبقة الشابة اللي تقدر نسد عندها فجوات، يعني ايه دولة؟ علشان لما تتولى إدارة المشهد تكون عندها أدوات إدارة هذا المشهد، بمعنى الدولة مش بمعنى السياسة أو الكلام أو 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 أو. طيب، علشان كده كان لازم الصورة تكون واضحة قوي قوي قدام الدنيا كلها. لما نتكلم على مقر لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ونقول إحنا فين ونقول المكان، ده الحكاية كبيرة والله، وكبيرة قوي كمان. بس واحنا بنقول على المكان ده كان لازم ناخد بالنا ان الرسالة الاهم والقلب في الرسالة، غير الرسائل اللي هنقرأ ما بين سطورها كتير، هي ان علشان مصر تنهض هي محتاجة في الاربع سنين اللي جايين ايدينا كلنا. زمان اتقالت لنا خليكوا ايد واحدة، المرة دي بيتقال زي ما اشتغلنا قبل كده هنشتغل في اللي جاي، لان لازم كلنا نبقى شركاء في بناء الوطن. من فضلكم يا مصريين، انا زي ما قلت كده اثناء كلامي، اذا كنا احنا يا مصريين، في مننا من بيقدم ابنائه بيضحي بيهم لاجل خاطر البلد دي تعيش وتبقى في امان وسلام، ولاجل خاطر ان الجزء ده من ارضنا يتم الحفاظ عليه ويفضل دايما هو جزء عزيز على ارض علينا كلنا كمصريين. لكن هذا الامر بصراحه هيبقى محتاج مننا كل المصريين بكل اجهزه الدوله بمؤسساتها برجال الاعمال بالمستثمرين بكل مصري وطني قادر، ولو بأي مساهمة، ومساهمة مستمرة من فضلكم، حتى نستطيع ان احنا ننفذ البرنامج اللي احنا طرحناه او هيتم عرضه بشكل مفصل لكم حتى من خلال العرض اللي تقدم ده خلال الاربع سنين القادمين. ده معناه ان الدعوة بتخرج من هذا من غرفة عمليات قوات مسلحة، يعني من مسرح عمليات، يعني من قلب الحرب، بتقول ان علشان مصر تقدر تكمل بالصورة اللي حضراتكم عايزينها يبقى هتكمل بجانبيها، يعني وهي واقفة على قدميها الاتنين. القدم الاولى هي القدم العسكرية الامنية اللي فيها الزود عن الوطن، اللي هي ارض المعركة ارض الحرب. بس القدم الثانية التي لا تقل أهمية هو هل كل مواطن مصري يكون ابن الوادي، يعني ابن وجه بحري، ولا ابن الصعيد، يكون ابن الأطراف، يعني يكون من الصحراء الغربية ولا الشرقية، يعني ابن سينا ولا ابن مطروح، هل كلنا مصريين وكلنا واخدين بالنا ولا لا؟ وعلشان نرجع الروح دي، لأن مصر بتاعتنا كلنا، لازم ترجع زي ما كانت من زمان. وعلشان ترجع كلنا محتاجين نحيي ثقافة التطوع، بلدنا محتاجانا وكلنا هنقدم اللي نقدر عليه. يعني لازم بصراحة نلاقي كل واحد، المدارس بتخصص الإذاعات المدرسية للدعوة للتبرع لصالح الدولة المصرية وتنمية سيناء، علشان المكان ده يتغير بعد ما سمعته لسنوات طويلة، تنمية سيناء تنمية سيناء تنمية سيناء، والتنمية ما بنشوفهاش. علشان نقدر نشوفها الدولة بدأت بنفسها وصدرت رقم
وشكرت كمان لأن المصريين ما بينسوش اللي بيساعدوهم وقالتهم بالاسم. يعني لما تقول على طول دولة الإمارات العربية لازم عينينا تبقى عارفة مين هي الإمارات وعلم الإمارات لونه إيه والناس دي مين والناس دي بتساعدنا إزاي. لازم ناخد بالنا وإحنا بنقول الإمارات إن كان معانا كمان مساهمة مهمة جدا من دولة الكويت. لازم ننتبه إن الحكاية مش بس علم الإمارات وعلم الكويت، لا ده المملكة العربية السعودية في القلب، ومش بس المملكة العربية السعودية، ده الصندوق العربي للتنمية. لما كل دول الدولة المصرية ترصد ثم هذه الدول وهذا الصندوق تدعم حتى لو بقروض ميسرة زي ما رئيسنا قال لنا، يبقى المطلوب مننا كلنا نساهم، والمساهمات لازم تيجي بأشكال مختلفة، بس لازم ترجع عندنا الإحساس بتاع حرب 73. أنا بحاول أستنهض جوه اللي مش واخد باله إن في جبهة وإن في رئيس بيرتدي زيه العسكري وبيقف مع جنوده في مقدمة الصفوف وبيقول للجميع. عايزة حضراتكم تفتكروا أبهاتنا وجدودنا وعمامنا وإخواتنا، كل واحد حسب موقعه في كل عيلة، ازاي كان الشعب المصري في 73 شايل نفسه لان كان عنده هدف اسمه انتصار. ازاي كانت المرأة والرجل، الشاب والفتاة، ازاي كانت كل مصر عندها على ظهر الكراسة وفي الإذاعة المدرسية وفي مراكز الشباب وفي السينما وفي كل موقع مكان بنقول فيه في تبرع للمجهود الحربي. ازاي شفنا فنانين كانوا بينزلوا هم يلفوا على البيوت ويجمعوا كل دعم لصالح المجهود الحربي. يا ترى الفنانين بتوعنا في الأيام الجاية هيتحركوا، هيتلقوا الرسالة بتاعة الرئيس؟ يا ترى المواطن المصري اللي بيستشعر الغلاء هيقدر يقتطع 10 جنيه و20 جنيه و100 جنيه وكله حسب مقدرته؟ يا ترى حضراتكم فاكرين الأرقام بتاعة صندوق تحيا مصر اللي المفروض كلنا هنتبرع فيه، ولا المسألة محتاجة إن احنا نروح لنماذج أخرى؟ لأن الحقيقة لحد دلوقتي لسه، وممكن تكون معلوماتي متأخرة، أنا محتاجة أشوف فنانين زي ما شفت الست أم كلثوم إزاي الناس دي كانت بتجمع للمجهود الحربي. أنا محتاجة أشوف فنانين بيلفوا ويشتغلوا عشان تمن حفلاتهم يصب في صندوق تحيا مصر، لأن كل الطموح اللي حلمتوا بيه مش بس من 2011، من يوم ما رجعت سينا وإحنا عايزين نزرع حدودنا الشرقية دي كلها تنمية وبشر حقيقي هيروح يعيش هناك وهيعيش هناك وتبقى دي أرضه وده مكانه، والناس دي مصريين. لأن المصريين علشان لا يسهل تقطيعهم ينبغي ان احنا ما نقولش الصعيدة في الصعيد والبحروة في الوادي، لان هم مين سكان القاهرة؟ هو في حد قاهري 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 ولا لازم يكون اصله جاي من كل اطراف الدولة المصرية اللي بتغذي العاصمة؟ خلونا نحاول نتلمس كده الناس تلقت الدعوة ازاي وهيشتغلوا عليها ازاي. خلوني اطرح المسألة على سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان. سيادة اللواء قول لنا، انتوا كجمعية الأرمان عندكم مساحات واسعة للحركة، هل بدأتوا تفكروا ازاي هتستنهضوا الشعب المصري في قطاعات مختلفة لعملية التبرع لصالح صندوق تحيا مصر؟ والله أنا سعيد جدا بهذا البرنامج وسعيد بكلام حضرتك. أهلا بحضرتك. إن فعلا مفروض كل مصري مع كل مصري بس الحق وشهادة للحق. صندوق تحيا مصر صندوق المصريين اللي في يوم من الأيام سيادة الرئيس قال أنا نفسي يكون فيه 100 مليار جنيه. فعلا صندوق تحيا مصر عامل مع جمعية الأرمان بروتوكول لإعمار جميع منازل محافظات الجمهورية قرى ونجوع كل القرى بما يقرب من 300 مليون جنيه، تم تنفيذ 200 مليون جنيه منه في شكل 12546 منزل، علاوة على إن يعني أنا بتكلم عن دلوقتي على صندوق تحيا مصر. تمام. أنا بتكلم عن صندوق المصريين طبعا، عشان دي حقيقة وشهادة أمام الله. صندوق تحيا مصر لسه حالا موزع ما يقرب من 1.5 مليون وجبة فراخ مجانا على جميع أنحاء الجمهورية في جميع القرى والنجوع، بيركز في القرى والنجوع. صندوق تحيا مصر هو اللي هيشترك في أكبر عملية مكافحة للعمى في عمليات العيون في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. بس سيادة اللواء الدعوة كانت محددة لفكرة تنمية سيناء تحديدا، وإحنا في أرض الحرب في أرض المعركة من غرفة عمليات القوات المسلحة. أنا هتكلم دلوقتي عن شمال سيناء. شمال سيناء خد من المجتمع المدني كتير جدا، يمكن احنا من 2015 16 عملنا، وانا هقول لحضرتك عشان الدقه،
في مركز العدل قرية الخربة، عملنا إعمار منازل، عملنا مشغل كامل. وزارة الشباب مشكورة، عملت أحلى وأجمل مركز شباب لشباب في شمال سيناء في مركز العدل في قرية الخربة. من هذا المنطلق تم مشروعات متناهية الصغر، تم زواج يتيمات، كل ده لأبناء شمال سيناء الأوفياء. علاوة إن دلوقتي حالا وحضرتك بتتكلم في هذا البرنامج، هيئة التعمير مع جمعية الأرمان مع جمعية مصر مصر معلش الخير. سامحني وياريت تشرفني مرة، بس أنا معنية أكتر بإن عندي دعوة في لحظة بعينها بتقول لازم إزاي هنستنهض المصريين حتى يكونوا شركاء في عملية الحرب وعملية التنمية في سيناء، وإحنا محتاجين. كل اللي حضرتك بتقوله بالتأكيد مقدر، لكن فكرة إزاي هقول للمصري من فضلك ادفع حسب مقدرتك، بس ما ينفعش حد يقول لي ما معيش 5 جنيه وما معيش 10 جنيه وما معيش 100 جنيه وما هو اكثر. انت عارف انا برنامجي مش معني برجال الاعمال، ممكن برامج اخرى تتعامل على القطاعات الاكثر ثراء، لكن انا معنيه بانه الشراكه عشان البلد دي بتاعتنا كلنا، فاحنا محتاجين الدعوه اللي اطلقها الرئيس بالامس دي، محتاجه نشوف هل احنا بقينا قادرين نحط خطه او لسه بنفكر ازاي نقول للمصريين وعن طريق ايه. كل الكلام الاخير اللي انا قلت عليك ده معني بشمال سيناء، ده معني بسيناء وليس اي حته منطقه على الاطلاق. معني بسيناء، معنى المجتمع المدني بيحط اي فلوس او مشروعات، يعني في تبرعات طبعا. يعني المصري بيتبرع. معنى كده انا بقول لحضرتك المشروعات اللي بتتم دلوقتي في شمال سيناء بالذات وفي وسط سيناء كلها مشروعات تنمويه لسه بعد ما قلت حضرتك. جميل. لا لا انا فاهمه ده، بس هل هيبقى في دعوه لانه يبقى في تبرع يخص شمال سيناء ولا هيبقى مع كل التبرع؟ ده الاعلام الايجابي اللي حضرتك بتنادي بيه، ده الاعلام الايجابي اللي حضرتك فعلا بترمزي لهذا الاعلام الايجابي، ان يا مصري خليك ايدك في ايد المصريين، خلي ايدك في ايد كل مصري، تعال معانا اتبرع لتنسيق تحيا مصر، اتبرع للمجتمع المدني عشان تشوف بايدك ازاي تبرعك دوت بيعود بالنفع على شمال سيناء، على جنوب سيناء، على اهل كل انسان عايش في سيناء يحس ان المصريين معاه قلبا وقالبا. احنا تعودنا كل مصري صحيح بهذا الموضوع، احنا تعودنا يا فندم من الارمان يعني كل جهد ايجابي الحقيقه في كل المشاريع اللي معنيه بالفئات اللي انا بستهدفها. يعني خليني اشكر حضرتك وسامحني يعني، وبتمنى وقت حضرتك يسمح وتبقى ضيفنا يعني ونستعرض هذا الجهد المهم جدا في ثقافه التطوع. بشكر سياده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الارمان. خلوني احاول كمان اتعرف من امين صندوق مؤسسه مصر الخير الاستاذ محسن محجوب. خليني اسال حضرتك يا فندم، الدعوه بتقول ان لازم كل المصريين يتبرعوا لتنميه سيناء، لتنميه شمال سيناء، هل انتوا في مصر الخير بداتوا تفكروا في حاجه بالمعنى ده غير التبرع الاوسع او الاكبر؟ حضرتك على فكره احنا بنلاحظ ان في حالات الكوارث التبرعات بتزيد جدا طبعاً. لوحدها قبل ما نتكلم تمام. يعني هو السيد الرئيس اول ما حصلت حادثة في الروضة جمع المجتمع المدني مع الوزارة مع الحكومة عشان النهضة فورا بالروضة وتجفيف الاحزان اللي هناك، فانطلقنا كلنا الى الروضة وعملنا الحاجات اللي هو ممدوح بيتكلم عليها تمام. وكلنا كمجتمع مدني مع الحكومة مع الناس اللي هناك، والتبرعات بتاعتنا زادت لما الناس حست بهذه الكارثة. التبرعات زادت، احنا طبعا هدفنا ان الناس تتبرع. سينا محتاجة كتير محتاجة كتير محتاجة كتير. انا بقول لحضرتك حاجة انا يعني هو انا بشوفها بعيني يعني كده بنفسه، يعني حضرتك سينا محتاجة كلنا، كل المصريين الحقيقة. وزي ما حضرتك بتقولي حتى اللي معاه 5 جنيه حتى اللي معاه 10 جنيه، ودي يعني ايدكم في ايدنا، احنا هننزل يعني اعلانات وحاجات عشان نحفز الناس في التبرع لهذه المشروعات، وانتوا ان شاء الله ايدكم في ايدنا وسائل الاعلام برضه بيبقى ليكم تاثير كبير حقيقي. طبعا وتشرفنا في اي وقت ونمارس يعني المسؤوليه المجتمعيه معا لاطلاق يعني مثل هذا التحفيز لكل المصريين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا امين صندوق مؤسسه مصر الخير السيد محسن محجوب.
يعني الدعوة أصبحت صريحة لينا كلنا، لحد ما نسمع أن وزارة التربية والتعليم خصصت الإذاعة المدرسية وبقى في حد بيقوم بجمع التبرعات، لحد ما نرجع نشوف بدل ما كنا طول الوقت بنشوف تبرعوا لكذا وتبرعوا لكذا، نبدأ نشوف يعني إيه الشراكة في بناء بلدنا، خاصة أن الدولة أقدمت بأرقام كبيرة جدا، أن الدول الصديقة ومصر ما بتنساش اللي بيقفوا معاها. والكلام ده أنا عايزاكم تسمعوه مرة تانية، عارفين ليه؟ لأن أبسط أنواع الدم هو التبرع، أبسط أنواع التبرع هو التبرع بالدم، والتبرع بالدم ده كان جزء أساسي من ثقافة المصريين اللي كانوا بيشاركوا بيه برضو في حرب 73. في المشهد اللي احنا فيه المسألة تبرع بالدم، تبرع بالمال، تبرع بالجهد. احنا محتاجين كل الدولة تبقى على وعي أن قدرتها الحقيقية على الاستنهاض تكون بكل ولادها، كل بما يستطيع في مكانه. اسمعوها معايا. دي بلد بتنهض، دي بلد بتقوم، دي بلد بتكتب بكل تواضع، أنا بقولها بتكتب، بتعيد كتابة الاسم تاني في عصرها. بس هو مش ممكن هنقدر نستكمل ده غير بتعاون كل المصريين، واللي على رأسهم الناس اللي في سينا. انتم ما تسمحوش لحد ان هما اصل، خلي بالكم، ما المعركة دي بفضل الله سبحانه وتعالى يا هنهزمهم يا هنهزمهم. طيب احنا كمان محتاجين بقى ناخد الجزء اللي احيانا بيبقى فيه كده استباق لمعلومات، واحنا متفقين ان المنهج الحقيقي في ثقافة العامة اللي ليها علاقة بالسياسة والشأن العام قائم على ان ليس كل ما يعرف يقال، ومش حقنا كلنا ان احنا نكون شركاء في اتخاذ القرار، لان النظام الديمقراطي بيخلي كل واحد في موقعه عنده صلاحيات وفقا لمساحة المعرفة اللي بيحصل عليها. ومع ذلك بقي طول الوقت المصريين يسمعوا صفقة القرن، هنعمل ايه في صفقة القرن، صفقة القرن شكلها ايه، موقف مصر من صفقة القرن، وكل الثقافة الغربية بتضغط على ان صفقة القرن ليها علاقة بتسليم جزء من سيناء، وكأن مرسي قاعد على الكرسي ولسه بيحلم انه يقدر يبيع جزء من سيناء او يأجره او يدفعه تمن ان تنظيمه الارهابي يقعد على عرش دولة بعمر عمر الدولة المصرية بحضارتها، حضارة 10,000 و13,000 سنة. علشان كده الاضطرار ده أحيانا، لأن الرئيس بيملك مساحة من الصدق مع شعبه، فبيضطر أحيانا أنه يجاوب حتى لو الإجابات غير واضحة. ولأن طبعا ليس كل ما يعرف يقال، من فضلكم صفقة القرن مش ممكن تتم بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية. القائد العام للقوات المسلحة المصرية الآن هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زمن آخر لم يكن هو نفس الاسم، وربما في أزمنة قادمة لن يكون نفس الاسم، ولكن الأصل في الأمر أن القائد للقوات المسلحة المصرية وزعيم الدولة المصرية لا يفرط في أرض وتراب هذا الوطن. علشان كده من فضلكم ما نقدرش نجاوبكم على السؤال بشكل واضح وصريح، بس اللي هيبذل مجهود ويعمل سيرش شوية هيعرف هي الصفقة ممكن تكون مع مين وتمن لإيه، ومين اللي مستعجل ومين اللي عنده مصلحة. لازم تبقى المسألة واضحة بالنسبة لكم، بس كل الهدك ده، كل الصداع ده بيبقى ضغط علينا إحنا، علشان إحنا اللي لازم نرفضه، وتمن رفضه بعزتنا بحرية قرارنا بإرادتنا هو اللي بيخلينا قدها وقدود. وعلشان كده بيبقى دايما الطلب نحن نكون شركاء في التبرع لبناء بلدنا، علشان ما نستسهلش شعور ان احنا نقترض او نستلف او نستنى حد يدينا تبرع من الخارج. اربطوا بس ما بين السطور، لان ده اقصى حاجة اقدر اقولها لحضراتكم، لكن الاكيد ان الدولة المصرية لا تفرط في ارضها،
لا تفرط في أرضها. النهاردة احنا بنتكلف شغالين في مشروعات ب 175 مليار عشان ما حدش يتصور ان ممكن الدولة دي نكون احنا هتفرط في حاجة. يعني ما كنتش حد فاكر ان مصر ممكن تفرط في سيناء. واذا كان النهاردة احنا بنتكلم على 175 مليار ويمكن النهاردة اللي هيتعرض اللي عرضه الدكتور مصطفى يمكن يعدي ال 100 مليار ولا اكتر، مش كده؟ تمام. مش كده ولا؟ اي فندم. مش كده يا دكتور؟ اه يعني احنا بنتكلم في 275 مليار جنيه. منين يعني؟ وهندفعهم عشان نديهم لحد تاني ولا ايه؟ انا بقول الكلام ده ليكوا عشان محدش يضحك على المصريين وياخدهم في سكه مش مظبوطه. لا، دي بلادنا ودي ارضنا واحنا ما بنطمعش في حاجه حد. طيب، القائد الأعلى للقوات المسلحة في حضور القائد العام ورئيس الأركان وكل القيادات، يعني المؤسسة العسكرية مش هتفرط بأي حال من الأحوال. خلونا نطرح المسألة سريعا على سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار بكلية القادة والأركان. سيادة اللواء، مصر مش هتعمل كل التنمية بالفلوس اللي الدولة رصدها بالدعم والقروض الميسرة من الدول الصديقة والشقيقة بدعوة المصريين للتبرع علشان تمنحها لأحد. يعني ما الذي تستطيع أن تعلم المصريين به في هذا السياق؟ اهلا بك يا استاذه اماني والساده المشاهدين. طبعا كلمات الرئيس الواضحه بان الامن القومي هو التنميه في المجالات المختلفه، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، وفي المجال العسكري. سيناء العمليات العسكريه التي تدور رحاها الان في العمليه الشامله سيناء 2018، الهدف هو تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، لكن بيتطلب ذلك أيضا وبالتوازي أن تكون هناك تنمية في سيناء. التنمية تم رصد 275 مليار جنيه لصالح أهلينا في سيناء من خلال مشروعات تنموية قوية. هناك 175 مليار جنيه بيتم إنشاء بها هذه المشروعات، مطلوب 100 مليار أخرى. ولذلك بنلاقي الرئيس بيناشد رجال الأعمال، وأنا من منبر سيادتك يا أستاذ أماني بناشدهم أيضا، أين رجال الأعمال؟ أين المسؤولية المجتمعية؟ سيناء أمن قومي، علشان كده لابد أن يتم التبرع لصندوق تحيا مصر والرئيس صوته واضح في ذلك. ست اللواء، رجال الأعمال هيردوا على الإعلام الكبير عمرو أديب النهاردة بالليل وهتلاقي تبرع منهم. أنا ربما بشتغل على يعني شريحة أخرى، وبس أنا كنت حابة أسمع من حضرتك رد على كلمة صفقة القرن بما هو متاح من معلومات. والله ان صفقة القرن دي من زمان، ومن سنة 82 لما كان مستشار الامن القومي الاسرائيلي جورا ايلاند وقال في صفقة تبادل الاراضي وبدأ يلمح لذلك في سنة حكم الاخوان الارهابية، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية والغرب كان يراد ان يتم التنازل ليس عن 700 كيلو متر مربع فقط، ولكن قالوا احنا مستعدين ان احنا نسيب 1500 علشان الاخوان اللي قالوا الاخوان طبعا. تمام. ما هو ما عندوش يعني اي وطنيه او اي الحفاظ على ارض الدوله. ما يعرفش ان الشعب المصري والجيش المصري هناك شهداء يوميا علشان شبر واحد لا يتم التفريط فيه. وعلشان كده دوله بتقوم بتنميه سيناء ب 275 مليار جنيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي والأستاذ أماني صريح أحيانا عندما صار تساؤل الغاز واستيراد الغاز من إسرائيل وكان هناك لغط في الشائعات، هو قال كلمة واحدة بيقول مصر سجلت جون، راح كله خرصت الألسنة وما عادش حد بيتكلم في ذلك. أيضا صفقة القرن وتبادل الأراضي، قال إزاي إن احنا ننفق 275 مليار على الاستثمار في مشروعات في سيناء ونتنازل عن جزء منها. علشان كده الكلام واضح ومعروف ان هذا يعني بيندرج
تحت إطار الشائعات والحرب النفسية اللي هي أحد أدوات الحرب النفسية. صحيح. وإحنا بنتعرض لشائعات. مصر في الفترة السابقة تعرضت لشائعات كثيرة طبعا، 60 ألف شائعة خلال 90 يوم. شوفوا بقى زيادة كل أي 60 ألف شائعة خلال 90 يوم مصر تعرضت لها. وعلشان كده زي ما هناك حرب غسيل الأموال وغسيل اللي هو البرين ووشنج، هناك ما يسمى بغسيل الماء. يعني حضرتك تشرفنا يوم ونتكلم على المسألة دي، لأنه يعني بالنسبة لي في مفاجأة من العدد، وإن الدولة اللي يعني كل يوم الواحد بيتعرف على دولته بشكل حقيقي وعلى رجالات الدولة، إن احنا نعد الشائعات ده جهد غير عادي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. شكرا لحضرتك. طيب خلوني بقى هنا، المسائل تكشفت لحضراتكم كثيرا. هل بالنسبة لكم كانت مفاجأة المشهد؟ هل بالنسبة لكم كان مفاجأة جدا جدا انه المكان يبقى موجود فين، وموجود يعني في غرفة العمليات، ويبقى في هذا العدد من الصحفيين والإعلاميين؟ هل المسألة لسه جواكم؟ ممكن ما يبقاش عندكم الرد القاطع على أي حد لسه بيقول لنا ان هذه الدولة استطاعت ان ترى عبر المكلف القائم على عملية التغيير ان المسألة مبكرا كان شايف ابعد مننا بمسافة كافية جدا، فكان في تنويع مصادر السلاح. ما كانش ينفع يسيب مصر رهينة لسلاح لدولة بعينها. هل أصبح الأمر واضح لحضراتكم أن الإقليم والعالم يهتز بشدة لصراعات عميقة قديمة يتم تفعيلها الآن على كل المواقع في الإقليم وفي أوروبا، وإحنا أرض المعارك طول الوقت، فكان لازم يبقى فيه الأمن الغذائي، فلازم كان يبقى عندنا هذه المشاريع العملاقة اللي الرئيس قام بيها، ووقتها برضو كان الإعلام اللي بيصيغ الأسئلة اللي أحيانا بتكون أسئلة يعني ما هيش انعكاس حقيقي قد ما هي يعني فيها نوع من الحظلقة. طيب هل مطلوب دلوقتي قدام حضراتكم الأمر شديد الوضوح أن الطرق تحديدا كان لازم تبقى مشهد أولي، مش بس لجذب الاقتصاد وعملية الاستثمار، لكن الطرق لازم تكون طولا وعرضا بتقاطعات بعينها لنقاط بعينها، لأن انتشار الجيش على حدود الدولة المصرية في نقاطه الاستراتيجية يجب أن يكون عبر هذه الممرات وهذه الطرق اللي لازم يتم عملها بمعرفة القوات المسلحة حتى يكون خامة الطريق قادرة على استيعاب ثقل المعدات العسكرية اللي بتنتشر عليه؟ هل مطلوب ان في اي دولة من الدول تكون المكاشفة بهذه الطريقة؟ طيب خلوني اقول لحضراتكم بشكل مباشر، لو المسائل لازم تتقال كده، اي دولة بتتحدث عن كل مقدراتها وطريقة عملها وطريقة حركتها بهذا الوضوح في اي برامج بتشوفوا الكلام ده فين؟ ولا المسألة بتحتاج جهد من نوع آخر؟ علشان كده كان بالنسبة لي مؤتمر ميونخ للأمن مؤتمر كاشف جدا، والحقيقة أن المؤتمر ربما في التغطية الخبرية بتاعته أخذ ملامح أنه مين قال، لكن محدش خدنا لقلبه بشكل كبير. خلوني أقول لحضراتكم أن من المفاجآت اللي ربما تشكل لينا كلنا زي ما شكلت لي أنا شخصيا درجة من رج الوعي. يعني إيه رج الوعي؟ يعني في كده دهشة لما أول يعني شيء أول حدث في مؤتمر ميونخ للأمن يكون باستضافة صوفيا. صوفيا ده يعني حسبكم بعدين تكتشفوا من هي السيدة صوفيا. المهم في هذا السيشن الأولي إن بنسمع من يعني قيادات حلف الناتو السابقة حجم الزمن اللي استغرقته القرارات، فبيتقال بشكل مباشر وصريح ان يعني الناتو استغرق 6 شهور كاملين علشان ياخد قرار في حرب البلقان. قعد 6 شهور يفكر عبال ما قدر ياخد القرار، لكن في المشهد الليبي ما احتاجش اكتر من 6 ايام. من 6 شهور نزلنا ل6 ايام. ارجوكوا ركزوا. وبيقول المفاجأة إن اللي في اللي جاي يمكن 6 دقايق أو أقل.
في التسعينيات حينما اتخذت الناتو إجراءا تجاه أحداث البلقان لحماية المواطنين في البلقان من الإبادة العرقية، استغرقت الناتو 6 أشهر لاتخاذ هذا القرار. وحينما اتخذنا إجراءا بشأن ليبيا أثناء ولايات لحماية المواطنين الليبيين من هجمات حكومتهم، استغرق اتخاذ هذا القرار 6 أيام، وفي المستقبل قد يتخذ القرار في 6 دقائق ومن الممكن أقل. لذا سيتوجب علينا تغيير كيفية اتخاذ القرار بشكل جذري. عرفتوا ليه المشهد في يعني غرف العمليات مهم؟ طيب هل غرفة العمليات دي كانت بتقول ان القائم على عملية التغيير كان عارف كويس قوي القادم فبيشتغل بمفهوم مركز القيادة والسيطرة؟ امور بقى وتفاصيل كتيرة قوي هتتعرفوا عليها في الربط ما بين العملية الشاملة، موقع مصر، اللي بيحصل حوالينا في الاقليم، من ما بين سطور ما عاشته ميونخ في هذا المؤتمر الأمني، مع المهندس أحمد الفضالي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمتخصص في شؤون القضاء والدفاع، بعد الفاصل. بكل الخير، برجع لحضراتكم وعايزه اقول لكم بس ان المهندس احمد الفضالي هو باحث في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه ومتخصص في شؤون الفضاء، انا قلتها بشكل خاطئ بعتذر لحضراتكم. وشؤون الفضاء والدفاع ده شان مهم قوي، زي ما اتكلمنا قبل كده ربما وقلنا انه الحادثه اللي تعرض ليها وزير الدفاع ووزير الداخليه عند مطار العريش كانت نتيجه للاحداثيات اللي تم نقلها للارهابيين عن طريق الأقمار الاصطناعية. وبالتالي هو المشهد واخدنا لحد فين؟ ليه بنتكلم على حاجة اسمها مركز القيادة والسيطرة؟ تفتكروا يعني انه الرئيس لما يقول احنا موجودين تحت الأرض ويعلن عن المكان، هل ده نوع من استعراض القدرة؟ واستعراض القدرة المصرية بانه بيعلم مش مستني احداثيات، هل ده رد لان مصر بقى عندها منظومه بترد على المنظومه اللي قالت ان وزير الداخليه بتاعنا وزير الدفاع بتاعنا موجودين فعرفنا نعدي بيهم من الاستهداف اللي مدعوم من الدول اللي بتدي الاحداثيات لان هي الدول الداعمه للارهاب؟ ايه رايكم؟ دول موجودين تحت الارض بكم متر بقى؟ سيد مدير المهندسين، انا بشكرك على المركز. شكرا يا حسن. انا طبعا عارف ان انت استخدمت كتاب مهندسين عشان ده موضوع خاص، انا بشكرك جدا جدا. وللناس اللي ما تعرفش، احنا موجودين تحت الارض ب 15 او 20 متر، مش كده برضو ولا 27 متر، ودول طبعا يتحملوا اي حاجه. فطبعا انا بشكر الهندسه لانها بتقوم بدور كبير جدا جدا بالتنسيق مع وزاره الاسكان وبقيه الوزارات، عشان بفضل الله سبحانه وتعالى نغير وجه مصر، نغير وجه مصر، وان شاء الله ان شاء الله هنغير وجه مصر الى الافضل والاكبر والاقوى والاكثر استقرارا. شاكرين جدا. شكرا، شكرا جزيلا. طيب باشمهندس منورني، ربما لاول مره في الاستوديو في اون لايف. اهلا بيك. انا مهتمه شويه، هنغير وجه مصر وانا قدام غرفه عمليات بيتم الاعلام عن عمقها وبنتكلم منها، وعايزين نفهم شويه هو ايه ده بقى. هو طبعا لما سيادة الرئيس هو اللي يتكلم فاحنا ما نقدرش نعلق او نضيف عليه، لكن طبعا العملية سيناء 2018 انا بعتبرها ان هي تعتبر العبور الثالث، يمكن لو قلنا 30/6 هو العبور الثاني، فنقدر نقول ان تواجد السيد الرئيس شرق القناة على هذا العمق اللي هو سيادته أشرف واشار اليه 27 متر بالظبط. احنا كده بنسترجع روح اكتوبر، يمكن زي ما قادتنا في القوات المسلحة دايما بيقولوا، ف 30/6 العبور الثاني، احنا في العبور الثالث شرق القناة تحت الارض في مركز عمليات. سيادة الرئيس بيقول التفاصيل بتاعته، فده طبعا اكيد في مضمون ورسائل كتيرة يمكن حضرتك شرحتيها،
لكن اللي عايز اقول ان العالم بيتابع بشغف وبيتابع بتركيز شديد جدا اداء القوات المسلحه المصريه على ارض سيناء، وازاي قواتنا بتنتشر وبتتعامل. وطبعا لما سياده الرئيس يكون موجود في غرفه عمليات بالتاكيد ان الجهات المعاديه يعني ايه غرفه عمليات؟ ايه الفرق بين الغرفه دي والغرفه اللي كانت موجوده في 73 اللي صوره الرئيس السادات مع قيادات القوات المسلحه وقتها، الفريق الشاذلي، فريق الجمصي، يعني كان في ناس كتير قوي ورتب كتيره قوي. ايه الفرق بين غرفه العمليات القديمه بتاعه 73 والغرفه دي؟ هو انا استحضر مقوله مهمه كان قالها الفريق عبد المنعم رياض، ان هو قال ان احنا محتاجين لقوات موحده مشتركه عشان نقدر نواجه حجم التحديات اللي هتكون جايه من دول الاستعمار وقتها. طبعا احنا عندنا غرفه العمليات طبعا يعني فيها حاجات كتير، بنتكلم في حاجات منظومات بنسميها منظومات القياده والسيطره، تمام، بندير الاسلحه، بندير القوات. يعني ايه قياده وسيطره؟ انا عايز اشوف الغرفه القديمه لو سمحتوا، عايز اشوف الفرق بين الغرفه القديمه والغرفه الجديده، اتفضل. غرف القيادة والسيطرة طبعا احنا بنتكلم احنا في عمليات شغالة او عدة عمليات شغالة داخل العملية الواحدة، عدة قوات برية، قوات جوية بتتحرك على كافة الجبهات الاستراتيجية في سيناء وربما على كافة محاور الدورة المصرية في ربوع مصر. فالامر ده بيحتاج تنظيم وتنسيق وادارة وقت، تمام، وسرعة انتشار وحاجات كتير قوي. فده لازم له مركز عمليات من قادة متخصصين ومن أجهزة أيضا إلكترونية ومتقدمة تدير هذه الحرب. يعني نقدر نقول الفرق بين الغرفة القديمة بتاعة 73 والغرفة اللي دلوقتي في 2018 بعد كل التحديث اللي سمعنا عليه للقوات المسلحة المصرية، هي غرفة فيها حاجتين مهمين: الاعتماد على الذكاء الصناعي، مظبوط، اتنين الاعتماد على منظومات مضادة، مظبوط، يعني ما عدناش بنلعب بسلاح واحد اطلاقا. هل ده كلام صحيح؟ كلام صحيح يا فندم. هو طبعا بيطلق على ده منظومات قياده وسيطره، الكوماند اند كنترول، ويمكن ليها عده انواع يعني. ولا يخفى على الجميع ان مصر حاليا الان عندها احدث القطع البحريه، احدث نظم الطيران، احدث الرادارات، فالاجهزه دي كلها وهذه الاليات العسكريه بتحتاج انها تتكلم مع بعضها باستخدام معدات في الارض، باستخدام معدات في السماء، تتكلم هي بعضها. ف ده الذكاء الصناعي؟ ده الذكاء الصناعي طبعا، وبيواجهوا في المقابل ذكاء صناعي اخر. فاحنا في حرب متقدمه جدا يمكن الناس ما بتشوفهاش خلف الكواليس، وده يدل على شيء يدل ان مصر والفرد المقاتل احسن استخدام السلاح واحسن توظيفه واحسن فهمه واستيعابه. طب خليني افك تحفظ حضرتك قليلا واسالك، واحنا بنستعد للانترفيو يعني عرفنا انه السيد صدقي صبحي، الفريق صدقي صبحي كان موجود في روسيا، واتقال وقتها في الصحافه يعني ان كان في منظومه ما من منظومات الفضاء روسيه، وبالتالي يبقى احنا عندنا المنظومه الامريكيه، عندنا المنظومه اللي بترد عليها المنظومه الروسيه، وربما يكون ده كان جزء من اللي اشتغل على الاحداثيه بتاع مطار العريش. هو احنا يعني مش هندخل في تفاصيل موضوع مطار العريش، ولكن كل الحاجات اللي حضرتك بتستدعيها او التقنيات والتكنولوجيات دي طبعا بتدخل. سياده الفريق سطح صبحي طبعا لما سافر لروسيا ويمكن ده اعلن عنه القوات المسلحه وزاره الدفاع اعلنته لنظام الجلوناس الروسي اللي هو بنسميه نظام الملاحه، تمام، زي الجي بي اس كده. فالنهارده مصر بتقدر تدير كل منظوماتها بكافه التقنيات الملاحيه بالاقمار الصناعيه، الجي بي اس، الجلوناس، وكمان عندنا بعض الاسلحه وده معلن عنه يعني بتدار بحاجه اسمها الملاحه بالقصور الذاتي. تمام، يعني النهارده انا لو ما عنديش حتى اقمار صناعيه خالص بتقدر المعدة العسكرية انها تتحرك وتروح وتيجي. فانا عندي كذا اختيار. طبعا مصر تكون تكاد الدولة يعني الوحيدة اللي بتشتغل بعدة تقنيات في ذات الوقت، ويمكن بنذكر المقولة الشهيرة ان مصر لديها اقوى منظومة دفاع جوي معقدة، وده لاعتمادها على عدة منظومات في ذات نفس الوقت بتتكلم مع بعضها. واحنا هو ده نفسه سياسيا ممكن يبرر التوتر اللي احيانا بيشوب العلاقة المصرية الامريكية، لانه مصر بتتعامل بتحفظ
يعني يليق بحضارتها في مع فكرة المعونة، يعني عايزين تجيبوها اوكي، مش عايزين تجيبوها كمان اوكي. مظبوط يا استاذة مي، مظبوط. طبعا ده بيستدعينا لتنويع مصادر السلاح، ودي استراتيجية مهمة لدى القيادة السياسية المصرية، ان تنويع مصادر السلاح بحيث انا اقدر اكون سيد قراري، تمام؟ ومن منطلق القوة انا عندي خطط، عندي استراتيجيات تم التخطيط ليها، فمش هستنى حد يعرقلني لا في سلاح ولا في صيانة سلاح ولا في الإعداد لأي شيء قادم بالنسبة لمصر. طيب خليني أعرف المصريين على صوفيا، لو هي جاهزة معانا ممكن نحطها، بس نتعرف على مين صوفيا لو سمحتوا. صوفيا، هل استمتعت برحلتك يا صوفيا؟ أنا أستمتع بركوب الطائرة كثيرا لأنني لا أستطيع الطيران وحدي، ليس بعد، ليس بعد، ولكن من المحتمل قريبا. Not yet, but maybe soon. مش عارفة قدرتوا تسمعوها ولا لا. دي صوفيا. مين من حضراتكم استدعى شكلها؟ مين من حضراتكم انتبه هي مين صوفيا؟ هل هي بتشبه إلى حد ما أودري هيبورن مثلا؟ فاكرينها بتاعت ماي فير ليدي؟ هل السيدة دي بتشبه الممثلة الكبيرة البريطانية، يعني أهم فيلم من الأفلام اللي أي حد بيدرس السينما لازم يبص عليها؟ مين من حضراتكم فاكر أودري هيبورن؟ لو شفتوهم دلوقتي جنب بعض في شبه بينهم ولا لا؟ طب هي مين؟ مين صوفيا دي؟ صوفيا دي اللي السعودية منحتها الجنسية وجواز السفر، ويعني دلوقتي هي عندها سنة ونص بس. الست صوفيا دي عندها سنة ونص ومع ذلك قدرت تحصل على الجنسية السعودية، وبالتالي حق الإقامة في المملكة العربية السعودية، وما هي إلا روبوت. إيه أهمية صوفيا علشان تبقى أول حاجة في مشهد الأمن في ميونخ؟ مين هي صوفيا دي؟ طيب خليني أسأل باشمهندس. طبعا هي صوفيا رمز للذكاء الصناعي، ويمكن عايزين نقول ان التايتل او المنشد بتاع المؤتمر ده او الجلسه دي تحديدا كان اسمه الذكاء الاصطناعي، استحضار القوه واداره الصراع الحديث. تمام. فالملمح ده يدينا ان النهارده ان في خلف الكواليس زي ما كنا بنتكلم من شويه، ودي رساله واضحه برضو من الغرب يمكن لينا للكل. للكل هو استعراض قوه، وفي نفس الوقت هو يعني نوع من التحدي. هل انتوا قادرين على استخدام نفس التقنيات؟ هل انتوا قادرين على استيعاب؟ مش ده الرد بتاع الرئيس كمان يعني في غرفه العمليات؟ ده هو كده بيقول لهم احنا موجودين تحت الارض في شرق القناه. مظبوط. 27 متر، يعني هو بيدي الاحداثيه اهو. مظبوط يا فندم، مظبوط. ويمكن برضو في نفس الجلسه دي يمكن السيد السكرتير العام لحلف شمال الاطلسي راسموسن الناتو، احنا زعناها من شويه بس علشان ادي حضرتك الوقت لما اتكلم على التوقيتات من 6 شهور لستة أيام لستة دقائق. مظبوط يا فندم. طبعا ده يدينا، عايز أقول لحضرتك أن العملية سيناء طبعا هي فجأة الجميع، وانتقلت من مسمى المفاجأة لمسمى الدهشة. أي. تمام. لأن بيتحسب في القوات المسلحة على مستوى العالم سرعة انتشار القوات، عنصر المفاجأة، فدي استراتيجيات يعني ادينا شايفين العرب بيشتغل بيها الدوله. ممكن يكون الاستخدام بتاع الذكاء الاصطناعي في مشهد العمليه الشامله بيخلي الاعداد المقبوض عليها قد كده، اعداد قتلى الارهاب قد كده، واحنا لحد دلوقتي شهدائنا العدد بتاعنا 7، هل ده له دلاله؟ له دلالة. والقوات المسلحة المصرية في بيانات المتحدث العسكري يمكن أشارت بدال دي الرسائل بقى اللي بتروح للخارج، إن هي بتستحضر مشهد طائرة استطلاع E2C بنظام الإيواكس، والقوات المسلحة ضباطنا وإخواتنا هم قاعدين داخل قمرة القيادة بتاع الطيارة على الشاشات بيشوفوا الرادارات وبيستحضروا المعلومات. فدي طبعا مشاهد كلها رسائل موجهة إلى الخارج. يمكن في البيان 9 أو 10 برضو شفنا رادارات ساحلية موجودة في لقطة من اللقطات. تمام. لقطات سريعة. يعني الرئيس كان بيعلن رسائل للخارج من طبعًا. مركز العمليات ده بهذا المنطق. طيب ما هو العالم كمان اللي بيلعبنا بالذكاء الاصطناعي يعني وبالأداء ده بيلعبنا كمان بمنظومة حقوق الإنسان وبيستحضرها بشكل، خليني أسمع حضرتك هيومن رايتس ووتش في هذه الجلسة نفسها كانت بتتكلم إزاي.
شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي للتحدث خلال مؤتمر ميونخ. أنا أعمل بمنظمة Human Rights Watch وهي منظمة شريكة لحملة إيقاف الإنسان الآلي القاتل، وهو تحالف لمنظمات غير حكومية. نحن نطالب بمنع تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تسميها الحكومات أنظمة بسيطة للأسلحة ذاتية التشغيل. لقد أطلقنا هذه الحملة في أوائل 2013 بالتعاون مع خبراء الذكاء الاصطناعي وآخرون قلقون حيال الاتجاه السريع نحو المعدات ذاتية العمل في الحروب. مخاوفنا ليست بشأن الاستخدام العام للذكاء الاصطناعي من قبل الجيوش، فالعبارة التي اعتدنا سماعها هي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي الوظائف الخطرة في الجيش، ولكن عندما يستخدم في نظام سلاح لدرجة تفتقر للسيطرة البشرية في الوظائف الأساسية كالتعرف على الهدف والاختيار والتعامل ومهاجمة الأهداف، هنا نرسم خطا أحمر، وهذا ما نتمنى أن يتم مناقشته، وهذا يحدث بالفعل. يعني ايه باشمهندس هيومن رايتس واتش بتكتفي بانها تقول كده بعد الارقام اللي بنشوفها في استخدام الطياره بدون طيار في افغانستان، وعدد القتلى في استخدام التفجيرات عن بعد اللي هو الذكاء الاصطناعي في شكل من اشكاله في تفجيرات بغداد بارقام مخيفه ومرعبه، في استخدام اسرائيل للطيارات بدون طيار لاستهداف شخصيات بعينها. يعني هيومن رايتس واتش دورها هو تنفيس الضغط، لكن هي جزء من منظومه يعني كل الحداثة في العالم. مظبوط. هو يعني احنا كلنا يمكن بنشاهد هيومن رايتس ووتش وردود افعالها ومواقفها تجاه مصر تحديدا، طبعا لا يخفى على احد اللي حضرتك قلتيه طبعا، ولكن هنا يمكن لدس الزر والرماد في اعين الاخرين. يعني ففي التوقيت اللي بيتم فيه عمليات الاغتيال واستخدام الذكاء الصناعي بالدرونز المتطوره بشتى انواعها وعلى مختلف مسارح العمليات من سوريا للعراق لاماكن اخرى، هم لازم يزيحوا زي ما بنقول كده التهمه عنهم. يعني بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد الفضالي الباحث في شؤون السياسيه والاستراتيجيه والمتخصص في شؤون الفضاء والدفاع، نورتني. وبتمنى ان انا اكون قدرت اروح لما بين سطور اشياء كتيره قوي نقدر نربط فيها ما بين مشهد غرفة عملياتنا الذكي والمشهد العالمي، علشان كده مصر إما أن تنتصر أو تنتصر أو تنتصر. إلى اللقاء.